هسه راح نبدي بهذا الدرس lesson 9 test yourself. كل lesson 9 بكل unit هو test اختبار للمعلومات السابقة اللي اخذناها. فهذا الوزاري الأسئلة الوزارية تجي من عندنا الصن. تمرين A طبعا الفوكابلري يتحدث عن المفردات والمعاني، يريدني اختار عندي كلمتين بيناتها شارحة، اختار الكلمة الاولى ام الكلمة الثانية. طبعا هذا الاساس مال الاختيار مال هالكلمات هي تابع الى التعاريف الموجودة بقطعة الميليتاري، قطعة العسكرية بلسن 5. هذه التعاريف اللي نعطيني اياها هو هاي الكلمات ما التعاريف لازم اختارها من هنا، ما اختار الكلمة البديلة. الجملة الاولى The land force القوة البرية the navy البحرية and the air force والجوية are all branches low types of the military. أنا عندي بقطعة military كلمة branches فروع من العسكرية، إذا أختار branches. الجملة الثانية You must be 18 years old to belong لو join the military. الكلمة اللي عندي هي join الالتحاق بالعسكرية. الجملة الثالثة The military العسكرية needs people تحتاج إلى ناس to care for يهتمون and maintain يعمل صيانة its equipment and vehicles. الكلمة المناسبة هي maintain يعمل صيانة. الجملة الرابعة In the military بالعسكرية you can take a test ممكن تجري اختبار to become an officer لو official. الكلمة هي officer ضابط. If you pass this test, إذا تجتاز هذا الاختبار, you have more responsibility, يكون عندك مسؤوليات أكثر, and you investigate, لو supervise other people, investigate يتحرى, supervise يشرف, الكلمة هي supervise, يشرف على بقية الناس. جملة السادسة, when you leave the military, من تترك العسكرية, your training, هذا التدريب, can help you find, يساعدك في إيجاد, a criminal and civilian job. الكلمة هي civilian يساعد في إيجاد وظيفة مدنية civilian. تمرين بي مهم جدا أيضا أطابق الكلمات البلبوكس مع الأرقام اللي جوا من 1 إلى 7. البلبوكس عندي belt معناها حزام ticket بطاقة gun سلاح كاميرا نفسها traffic مرور machine ماكينة أو آلة detector كاشف limit تحديد أو يحدد. فالكلمة الأولى security الأمنية. شنو هي الأمنية؟ security كاميرا مراقبة أمنية. 2 metal المعادن، هذا عندي metal detector كاشف المعادن. 3 x-ray جهاز أشعة X أو السونار نسميه إحنا، هو x-ray machine ماكينة أشعة X. 4 speed limit علامة تحديد السرعة. 5 speeding هو الإسراع، إذا شاخذ عليه ticket بطاقة الغرامة مع الإسراع. 6 radar speed هذا وياه تجي gun يعني جهاز كشف السرعة. 7 conveyor وياه belt الحزام الناقل، هذا طبعا المصطلح هذا بالاستماع كان موجود اللي احنا ما قررنا عليه استماع طويل، بس هو الكونفير بيلت يعني الحزام الناقل اللي ينقل الأغراض والأمتعة بالمطار من الطيارة إلى المسافرين. تمرين سي بالتست هذا عندي فراغات، وبالفراغات يريدني أضع عن الفعل المناسب، الفعل اللي ألقاه مناسب حسب الزمن حسب المعنى وأيضا الزمن. طبعا هو ما نعطيني بين قوسين الكلمات المطلوبة، يريدني أني أعرف الفعل المناسب. بس هو هيش تمرين من جاب الوزاري نعطي الكلمات اللي فوق بين قوسين فأني أطابقها حسب المعنى. الجملة الأولى drivers السواق must فراغ the speed limit. speed limit علامة تحديد السرعة، إذا السواق must obey أو follow. obey O-B-E-Y أو follow F-O-L-L-O-W obey يطيع follow يتبع the speed limit علامة تحديد السرعة. جملة ثانية you mustn't فراغ without your seat belt on ممنوع فراغ بدون ما ترتدي حزام الأمان، إذا شنو الفعل اللي ممنوع أسوي؟ drive D-R-I-V-E. جملة ثالثة your car mustn't فراغ broken lights سيارتك ممنوع فراغ إشارات مكسورة، إذا mustn't have
ممنوع أن تمتلك broken lights إشارات مكسورة. الجملة الرابعة: You can take the bus so you don't have to فرار your car. يمكنك أن تأخذ الباص، تستقل الباص، إذن ماكو داعي أن الفراغ أكتب بي take your car، تأخذ السيارة. When you ride a motorcycle، عندما تقود الدراجة، you must فراغ helmet. helmet هي الخوذة، خوذة الأمان، إذن you must wear W-E-A-R. You must فراغ a fine when you get a ticket. يجب أن fine يعني الغرامة. When you get a ticket عندما تأتيك بطاقة للغرامة، إذن you must pay P-A-Y. جملة السابعة: You must slow down at a roundabout. يجب أن تبطئ عند الاستدارة. But you don't have to، ولكن ليس عليك أن الفراغ تبي stop S-T-O-P. You must فراغ people across the street at a pedestrian crossing. يجب أن الناس أن يعبروا الشارع عند مناطق عبور المشاة. إذن you must let L-E-T. جملة التاسعة: If you فراغ a crime, the police will arrest you. إذا أنت جريمة، الشرطة سوف تلقي القبض عليك. إذن if you commit a crime. C-O-M-M-I-T. If you commit a crime. تمرين دي، هذه كلمات مهمة جدا بالبوكس، لازم أطابقها حسب المعنى بالفراغات اللي جواها. هذه الكلمات مهمة جدا، واحتمال يجيب الفراغ، يعني فراغ جملة من هذه القصة، هي قصة ما يجيبها كلها بس يجيب فراغ واحد. الكلمة investigating يتحرى، الثانية witness شاهد، الثالثة fingerprints طبعات الأصابع، الرابعة arrest يلقي القبض، الخامسة unattended مهمل غير مراقب، السادسة disposed of يتخلص من، السابعة pickpocket نشال، والثامنة crime scene مشهد الجريمة أو مكان الجريمة. أطابقها حسب المعنى بالفراغات. The police got a call، تلقت الشرطة نداء، about a robbery، حول سرقة، last night، ليلة البارحة. When they got to the، عندما وصلوا إلى، when وصلوا to the crime scene، مكان الجريمة، they found، وجدوا footprints، طبعات الأقدام، and شنو بعد؟ fingerprints، طبعات الأصابع. They think، يعتقد، were left، كانت تركت، by the criminal، من قبل المجرم. They are still ما يزالون investigating يتحرون the crime عن الجريمة. But they think ولكن يعتقدون they will يجي وراها فعل they will arrest سيلقون القبض someone soon. Police got a caught الشرطة أمسكت a pickpocket أمسكت نشال who had stolen several wallets كان سارق عدة محفظات and mobile phones at the airport من المطار. The same man نفس الرجل also stole أيضا سرق some baggage بعض الأمتعة that a passenger had left اللي أحد المسافرين تركها. شون تركها؟ unattended in the waiting room في غرفة الانتظار while he bought a magazine أثناء شرائه إلى مجلة. The thief had جوارها تصريف ثالث إذن disposed of تخلص the stolen property الأغراض المسروقة when the police found him من وجدته الشرطة. But they spoke to تحدثوا إلى witness إلى شاهد who said she has seen him steal the items. صفحة 43 بالنشاط بالتست عندي تمرين إي مطابقة أنصاف الجمل، هذه مهمة جدا وهذا دائما يجي من عندها، قلنا بالوزاري سؤال فرع كامل للمطابقة. فالجملة الأولى I must get up early tomorrow، يجب أن أستيقظ غدا باكرا. المطابقة وهي سي because I don't want to be late again، يعني لا أرغب بالتأخر مرة ثانية. الجملة الثانية You needn't take so much baggage، لا داعي أن تأخذ أمتعة كثيرة. مطابقة مع أي on a weekend trip في رحلة لإجازة نهاية الأسبوع فقط.
الثالثة we mustn't forget, لا يجب أن ننسى مع F to take our passports, نأخذ جوازاتنا. رابعة you need to get a special license, يجب أن تحصل على رخصة خاصة مع B to drive a lorry, لقيادة اللوري. خامسة she has to, يجب عليها مع D wear a uniform at her new job, ارتداء زي واحد في وظيفة جديدة. 6. I don't have to, ليس علي مع E to leave so soon, المغادرة حالا. تمرين الوراء تمرين F مهم جدا أيضا. اختيارات حسب الـ expectation التوقع, should أم shouldn't, هاي تعتمد على المعنى. إذا قلنا متطابق التوقع مع الحقيقة استخدم should, وإذا متناقض استخدم shouldn't. We left 2 hours early, غادرنا قبل ساعتين. إذن we should أم shouldn't miss the plane, miss يعني تفوتنا الطيارة, طلعنا قبل ساعتين مبكر. إذن we shouldn't, ما أعتقد ما أتوقع miss the plane. The police found fingerprints at the scene, الشرطة هذه الجملة الثانية وجدت طبعات الأصابع في مكان الجريمة. إذن they should أم shouldn't arrest the thief soon, يلقون القبض على اللص حالا, الحل هو should, أتوقع رح يلقون القبض عليه. He studied hard, هو درس بجد. He should أم shouldn't fail the exam, هو درس بجد, إذن يرسب بالامتحان لا, إذن shouldn't. He learned about computers in the military, تعلم الكثير عن الحاسبات بالعسكرية. He should am shouldn't be able to help me fix mine, إذا هو متعلم إذن he should be able, أتوقع يكون قادر to help me, لمساعدتي fix mine, على تضبيط حاسبتي. There are security cameras in the building, هنالك كاميرات أمنية في البناية. The security guard, الحارس الأمني, should أم shouldn't see if anyone comes in, أتوقع أنه يشوف الكل اللي داخلين اللي عنده كاميرا أمنية, إذا should. She is in 6th preparatory, هي بالسادس الإعدادي. She should أم shouldn't graduate this summer, أتوقع تتخرج هذا الصيف, إذا she should graduate this summer. تمرين الوراء تمرين جي, يريدني استخدم هذه الفانكشنز اوف سبيتش, البولايت ريكويست والاوفر والسجستشن والادفايس, ادواتها كلها استخدمها بالفراغات. ناطني اياها بمنطوق السؤال, استخدم ليتس وود كود كان شود شال اند ويل حتى اعبر عن هذه الفانكشنز. الجمله الاولى علي يو درايف مي تو ذا ماتش ذس افترنون, يعني يقول درايف مي يعني قلنا توصلني, توصلني إلى المباراة هذا العصر, هذا دي يطلب منه طلب مؤدب, إذن ممكن أستخدم could you أو would you, أي وحدة, أو can you. الجواب فيصل sure, you know, تعلم, you get a driving license, تحصل على رخصة السياقة, you are old enough to drive, أنت كبرت بما يكفي لكي تسوق. هنا نبيها نصيحة, إذن you should get a driving license. هدى You tell me how to get to the mall, تخبرني كيفية الوصول إلى المول, هذا أيضا polite request, إذا ممكن أستخدم would. Would you tell me how to get to the mall? فالpolice officer, of course, I show you on the map if you like, رح أشوفك الخريطة إذا تريدين, هذا هنا أنا offer, إذا I will show you. تكملة التمرين مالتنا, police officer يسأل you show me your driving license please, هذا أيضا polite request, يقول له ممكن تشوفني رخصة السياقة رجاء, فهنا polite request فيقول له can you, مثلا يستخدم يقول له can you, yes here you are, إجابة كمال. father يقول we stop for lunch, نتوقف للغداء, هذا suggestion اقتراح, إذا shall we. mother يقول that's a good idea, خوش فكرة. Get some petrol too, هنا الفراغ إجا وراء فعل مجرد, إذن let's نستخدم let's get some petrol too. تمرين H هذا ما يجي هيك بالوزاري إنه صورة وإنت اكتب لي الفراغ, بس يريدني أستخدم هذه الفانكشنز, هذه الأدوات وظائف الكلام للتعبير عن هاي المواقف. مثلا الصورة الأولى ده يطلب من عنده رخصة السياقة, فيقول له can you show me your driving license, أو يقول له مثلا you mustn't speed, ممكن أستخدم هذه.
الجملة الثانية شايل الأغراض فيطلب منه المساعدة، إذا يقول له can you help me please أو مثلا would you help me please. الجملة الثالثة هنا نسوي اقتراح للذهاب إلى الكوفي شوب، إذا shall we go to that coffee shop. الجملة الرابعة يقدم له عرض، إذا يقول له I'll help you أو shall I help you. والجملة الخامسة هنا يطلب من عنده أن يشوف البطاقة مالته، فيقول له can you show me your ticket أو can I see your ticket. تمرين الوراء، تمرين I، هذا بالبوكس عندي مجموعة أفعال يريدني أستخدمها في جمل وأستخدم وياها have to, mustn't, don't have to. أستخدمها في جمل ومع have to يجب، mustn't ممنوع، و don't have to لا داعي، ماكو داعي. فهاي الأفعال عندي study يدرس، smoke يدخن، go shopping يتسوق، write يكتب، forget ينسى، get up ينهض، read يقرأ، و phone يتصل. نعطيني مثال، I have to study for an exam tonight، يجب الدراسة للامتحان هذه الليلة. يقول عن نفس الشيء يستخدمه ويا هاي الأفعال must, mustn't, will have to و don't have to، فممكن أنتوا تسوون جمل وتستخدمونها. تمرين الوراء احنا حليناه، خلصنا هسه التست. بالنسبة لآخر تمرين، تمرين كي بالنشاط، هو دعم من الإنشاء الوزاري المطلوب من Unit 2. الإنشاء مكتوب أحمد wants to be a security guard، يرغب أحمد يكون حارس أمني. He is meeting the manager of a security company tomorrow morning at 9، راح يلتقي بمدير شركة أمنية غدا صباحا الساعة 9. It takes 30 minutes to go from his house to the security company، يستغرق 30 دقيقة للوصول من بيتها إلى الشركة الأمنية. The manager sent him directions and a map، المدير أرسل له التوجيهات والخارطة. الطلب هو write a letter to أحمد of 100 to 120 words، اكتب رسالة إلى أحمد من 120 كلمة، giving him advice on how to get the job، أعطي نصيحة في كيفية الحصول على الوظيفة. يطلب مني use you should or you shouldn't in your letter، أستخدم you should أو you shouldn't بالرسالة at least على الأقل 5 times، أقل شي 5 مرات أستخدم you should أو you shouldn't. Write two paragraphs، اكتب paragraphين. المفروض الparagraph الأول advice on getting to the interview، نصيحة كيفية الوصول إلى المقابلة. Paragraph two advice on the interview، النصيحة في المقابلة. What to wear، ماذا ترتدي. What to say، ماذا تقول، etc. فنبدأ الإنشاء بدير أحمد. يبدأ الإنشاء دير أحمد. If you want to get the job of a security guard، إذا ترغب بالحصول على وظيفة حارس أمني، first of all، في البداية، you shouldn't be late for the interview، لا ينبغي التأخر عن المقابلة. You should be punctual، ينبغي أن تكون مضبوط بالمواعيد. And get there on time، وتصل هناك حسب الوقت المحدد. If you did this، إذا قمت بهذا العمل، they would know you are reliable، سيعلمون بأنك شخص موثوق به. And can always be available، وممكن أن دائما تكون متواجد. In the interview، في المقابلة، you shouldn't laugh or talk a lot، لا ينبغي أن تضحك أو تتكلم كثيرا. Just give short answers، فقط أعطي أجوبة قصيرة. And show respect، وأظهر الاحترام. You shouldn't wear casual clothes، لا ينبغي ارتداء ملابس غير رسمية. Wear more formal clothes، ارتدي ملابس رسمية أكثر. So that they will realize you are responsible، لكي يعرفوا بأنك مسؤول. And honest، ومخلص. You should show your good merits to win this job، ينبغي إظهار خصالك الجيدة. Merits معناها خصال، للفوز بهذه الوظيفة. Finally، أخيرا، I think you should show them your ability، أعتقد يجب أن تبين لهم قدرتك. To use a computer، على استخدام الحاسبة. Because you will need this experience in your job، لأنك ستحتاج هذه الخبرة في عملك.